السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. عدنا إليكم والعود أحمد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، الذي أتمنى أن تكونوا قضيتموه في خير وصحة وعافية وسلامة لكم أنتم ومن تحبون. يسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مواضيع متعددة نعرج فيها على خطابات المصالحة التي وردت في حديث مختلف السياسيين والقيادات على هرم السلطة، وهم يتحدثون عن المصالحة الوطنية بين كافة أطياف الشعب. وأيضا نتابع مستجدات النهضة ونرصد أيضا بعض قضايا العيد والأضاحي والفرص الضائعة. يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة داخل الأستوديو الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية دكتور خالد حسين. مرحبا بك دكتور خالد، كل سنة طيب. مرحبا بك الأخ ويس، وكل سنة طيب، وكل سنة والأخوة المشاهدين لغنى الطيبة بخير ويمن وعافية وبركات إن شاء الله. أهلا بك دكتور. يعني كان لافتا في خيط ناظم بين كل خطابات السياسيين التي يعني تزامنت مع العيد أو حتى سبقته بقليل أو حتى أثناء العيد، وهو الحديث عن أهمية المصالحة الوطنية وأهمية رتق النسيج الاجتماعي والحوار ما بين أبناء الوطن الواحد. دعنا نشاهد جانبا من هذه الخطابات ونعود بعدها للتعليق. نشاهد تحديدا جانبا من خطاب البرهان وخطاب حميتي، نشاهد معا. مواطنين الشرفاء، إذا أن مجابهة التحديات والمخاطر تتطلب جمع الصف الوطني والنظر إلى المصالح العليا للدولة ومطلوبات التحول الديمقراطي، وذلك لنتحقق إلا بتعزيز الوحدة الوطنية وقبول الآخر ونبذ سياسات الإقصاء والعصبية والجهوية والعنصرية أو الحزبية والالتفاف حول هذا الوطن. الأخوة والأخوات، نحن في حاجة لوحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات الحزبية والقبلية والجهوية التي أخرتنا كثيرا. فالسودان يتقدم بالاختلاف والتعصب للرأي والحزب والقبلية. إن مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حلها في التوافق والاتفاق. كل عامل النهضة والنجاح متوفر لدينا، فقط نحتاج أن نضع أيدينا في أيدي بعض، نختلف في الرأي ونتفق في الوطن. الحضور الكريم من هذا المقام في هذا اليوم من أيام التشريق، نتوجه بالدعوة لكل أبناء الوطن ونقول السودان يسعى الجميع. خيرات هذه البلاد كثيرة لا حصر لها، يجب أن لا نضيع وقتنا في الخلافات والانقسامات. هذه الفرصة التاريخية لن تتكرر مجددا، لذلك يجب أن نستثمرها جيدا. يجب أن نترك مصالحنا الذاتية والحزبية ونعمل معا لمصلحة شعبنا الذي يعاني من ضيق العيش ومصاعب الحياة. أن احنا يا جماعة دارنا نطمن الناس في المبادرة بتاعت رئيس الوزراء أن السودان يكون أو لا يكون، أن احنا أخواننا كقوات مسلحة بما فينا دعم سريع وشرطة وأمن كقوات نظامية، وخاصة القوات المسلحة والدعم السريع، أننا جماعة حاجة واحدة. عشان تكونوا عارفين ما عندنا أي خلاف في القوات المسلحة ولا في الدعم السريع. الآن يا جماعة الكورة في ملعب السياسيين، الكورة في ملعب منو يا أخواننا؟ في ملعب السياسيين. احنا دارين وفاق، الوفاق اللي قاله البروف والقالت الاخوه الواليه، ان احنا كعسكريين برا منه تمام، احنا متفقين تماما. وحتى ايادينا بيضاء للسياسيين، ايادينا بيضاء للحريه والتغيير ولكل السياسيين. لازم جمع الصف الوطني، لازم جمع الصف الوطني، ما كلام، فعل. مفروض نخط يدنا في يد بعض ونمرق بلدنا دي يا جماعه، زي ما قال البروف قبل شويه. إذا لابد من جمع الصف الوطني ونخط يدينا في يدين بعض، هكذا يقول حميتي. البرهان يؤكد على قضية يعني أن تكون هناك وفاقا وطنيا يخرج بالبلد من أزماته. حميتي أيضا يؤكد على نفس الموضوع، يؤكد أيضا أنه ما من إشكاليات بين
أصناف القوات المسلحة، لكن فقط الإشكاليات بين السياسيين، ولا بد للناس أن يتوافقوا. ما الذي يمكن أن نقرأه من تزايد خطابات المصالحة والوفاق الوطني مؤخرا؟ التحية لك مرة أخرى وللإخوة المشاهدين. أخي أويس، لعل من بركات عيد الأضحى المبارك، وهي من سمات كل الأعياد تقريبا، ويمكن بالذات في السودان، يعني يمكن يكون السمة المميزة للمعايدات عندما الناس يصلوا صلاة العيد وبعض صلاة العيد، العبارات المشهورة والمتبارة والمتبادلة بين الناس لمباركة العيد: عفوا مننا وعافين منكم. فأنا بفتكر المناسبة هي مناسبة حقيقة تدعو للتصالح والمصالحة، دي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إنه هذه المسألة الآن وتدرك بواسطة القيادات الأولى أو رئيس مجلس السيادة وكذلك نائب رئيس مجلس السيادة، ويمكن يكون في باقي هذه الحلقة نتناول لبعض الإخوة كذلك رئيس الوزراء وغيرهم يتناولوا هذه المسألة، وقبلها طبعا المبادرة بتاعت رئيس الوزراء تمشي في هذا الاتجاه يعني. فأنا بفتكر يعني لإدراك واسع من الإخوة على الأقل القادة في البلد لبعض الخطأ الكبير الذي يمكن يكون تم التغاضي عنه بصورة كبيرة في الفترة السابقة. وشي طبيعي طبعا بعد أي ثورة تتم من الثورات بيكون على الأقل في جزء من الغبن وجزء من عدم الرضا وجزء من القبول عدم القبول بالذين كانوا يحكمون في العهد السابق، بالذات عندما يتم التغيير عن طريق ثورة، فالشيء طبيعي. لكن الشيء الغير طبيعي أنه يستمر لفترة طويلة من الزمن، لأنه حقيقة في أي وطن من الأوطان إقصاء أي جهة سياسية من المشهد السياسي هي في النهاية بتكون خصما على البلد وعلى استقرار البلد، وده بتكون واحدة من الأشياء اللي أدركتها القيادات الآن. المسألة الثانية بفتكر برضو من المهم جدا أنه الناس أدركوا الآن ويدركوا تماما، ودي من الأشياء المبتكون تبقى من الأبجديات، أنه أي عز سياسي لأي جهة من الجهات عن طريق العز السياسي نتائجه ما حتكون في صالح استقرار الوطن بأي شكل من الأشكال، ونتائجه من التجارب الموجودة، يعني إذا كان مثلا حسني مبارك أكثر من 30 سنة ولا 40 سنة إقصاء لنجي في ليبيا، كذلك بنفس الطريقة بن علي في تونس، في السودان 30 سنة لإقصاء لجهات كثيرة جدا، ففي النهاية تم التغيير والجهات التي كانت مقصى أتت، وللأسف الشديد إنها تحاول أن تمارس نفس الإقصاء بنفس الطريقة، ودي واحدة من المسائل اللي ما بتخلي البلد يستقر. هل هذا ما دعا حميتي أن يقول يعني الإشكالية كلها عند السياسيين؟ بالتأكيد أنا بفتكر هو حميتي أدرك المسألة تماما، ومن وقت باكر يعني أنا ملاحظ في خطابات حميتي من وقت باكر يتكلم عن 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 المسألة بتاعت الوفاق، ويتكلم عن عن العودة للحياة الديمقراطية وإفساح المجال للقوة المختلفة بأنها تمارس حقها السياسي. وبالمناسبة يعني يمكن يكون كان من الأول اتفاق كان تم بعد التغيير الاتفاق بين بصورة مباشرة بين المؤتمر الوطني وبين حميتي، إنه ناس المؤتمر الوطني ما يمارسوا أي نوع من من السياسة في الفترة الانتقالية، وما يأخذوا أي موقف سالب أو أي موقف مقاوم أو أي موقف بيؤدي لعدم الاستقرار. كان ده اتفاق بتاع جنتلمان وأجريمنت تم بين حميتي وبين المؤتمر الوطني، وكان حميتي حريص عليه جدا. لكن بعد فترة ما طويلة تمت الممارسات حقيقة للإقصاء، ممارسة الإقصاء للمؤتمر الوطني، وحتى كان حميتي لكن هل هو عشان احنا ما نخسر الشيء بمؤتمر الوطني، في النهايه المؤتمر الوطني حزب الناس تنظر اليه بانه كان في السلطه فتره طويله من الزمن، وانه ربما يستحق اقصاء في فتره من الفترات، هكذا يرى يعني ترى شريحه من الناس يعني في نهايه المطاف. لكن هل نحن نتحدث فقط عن هذا الخطاب، خطاب مصالحة فقط للمؤتمر الوطني، أم نتحدث عنه عن إطار أوسع؟ يعني هناك مشتكون كثر حاليا. هو حقيقة يعني يمكن يكون
النموذج اللي ذكرته بالمؤتمر الوطني، لانه زي ما قلت لك الشيء الطبيعي اللي بيتم بعد اي ثوره تتم على اي نظام. وده الحكايه الممكن الى حد كبير جدا الناس الان اتكلم المصالعه في ذهنهم بيتبادر طوالي المؤتمر الوطني. لكن يعني هي مش لو نظرنا في التركيبه والتشكيله وبالذات في الحاضنه السياسيه التي كانت لهذه الحكومه، ودي طبعا ادراك حمدوك من وقت باكر جدا، يعني تمت الحاضنه السياسيه بزخم الثوره وبقياده الشارع في ذلك الزمان بقوه مؤثره جدا، كانت لها تاثير كبير جدا في الشارع. وبالتالي كان في عندما كانت المفاوضات للوثيقه الدستوريه انه تم الاعتراف بانه تكون قوى الحريه والتغيير هي الممثل الوحيد والممكن تتفاوض مع الجانب العسكري او الجزء المدني، وبالتالي يتم تكوين الحكومه. وعلى هذه الصوره تم التوافق وتم تكوين الحكومه. الحكومه بعد ما بدات تمارس اعمالها، وطبعا كان المكون العسكري كان في البدايه رافض لهذه المساله، مش المكون العسكري، يعني انا قريت للعباد واللي هو كان القائد للمفاوضات او كان الوسيط للمفاوضات الاممي الافريقي، كان من الاتحاد الافريقي، وكان الى حد كبير جدا بيضغط على الحريه والتغيير. يا اخواننا ما تكرروا المثال با في التجربه الافريقيه. عندكم المثال الف كان بيذكر بالنص بصوره واضحه جدا، المثال الف في التجربه الافريقيه اللي يتمثل في بوروندي، يتمثل في 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 جنوب افريقيا، يتمثل في افريقيا الوسطى. فده قال لهم النموذج الف والنموذج المشرق في 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 في, في التجربه الافريقيه. وبالتالي اي اقصاء سياسي لاي جهه، ولا انا بتكلم لكم عن تجربه يعني، وحاول بشتى الطرق انه يقنع القوى الحريه والتغيير. وحتى عندما كانوا بيحاولوا يفرضوا على الجانب العسكري انه مهون يكون الممثل الوحيد لقوة الثورة، كان ده الرأي بتاع اللباد، وكتبوا في مؤلف مبتكر من المؤلفات الممتازة جدا والبتصلح خلفية لدراسة الموقف الموجود في السودان. وبفتكر انه تم ادراك من حمدوك ومن الحكومة ادراك هذا الموقف، بالذات بعد ما بدأت تظهر بعض الخلافات بين قوى الحرية والتغيير. وبالتالي التمثيل اللي كان يعني ما كانت من القوة اللي يمكن يكون عندها اعتبار من جانب سياسي، على الأقل من ناحية تاريخية، كان حزب الأمة تقريبا. بقية الأحزاب الأخرى هي أحزاب أو على الأقل كانت قوة مؤثرة فعلا قادت الثورة ونجحت، لكنه ما كان غير حزب الأمة من القوة السياسية الأخرى يعني كان ممثل في الحكومة. وبالتالي الدعوة للمصالحة تشمل توسيع الماعون بالنسبة للقوة السياسية المختلفة، والقوة السياسية اللي بيشار لها زي ما قلت لك أنا قبل، لأن المؤتمر الوطني الحاضر في ذهن أي زول. لكن مثلا الاتحاد الديمقراطي كان هو مشارك إلى حد كبير جدا في إلى أن سقط النظام، فكان بالتالي بيتم التعامل معه بهذه الصورة. ودي طبعا ما استثناء للاتحاد الديمقراطي، كل القوى السياسية والحزبية في الأنظمة المختلفة كانت بتتعامل مع الأنظمة بصورة أخرى. غير كده كان في كمية كبيرة جدا من حركات دارفور وكانت ضد النظام، ووقعت اتفاق مع النظام كالاتفاق الذي تم في اتفاقية جوبا في أكتوبر 2020. كذلك كانت في كمية من حركات، أكثر من 37 حركة كانت تفاوضت مع النظام ووقعت معه اتفاق، وبالتالي كانت جزء من المشاركة. فهي برضها كذلك يعني الآن بتشعر بأنها هي مستبعدة، وإنه فقط الحركات المسلحة اللي وقعت الاتفاق بتاع 2010، وكانت في اتفاق من الحركات المسلحة ما وقعت مع النظام، مثلا زي حركة مناوي كانت هي كذلك وقعت ودخلت وخرجت، والآن هي كذلك جزء من اتفاق 2010. فالحركات الأخرى التي لا يعني كانت مشاركة مع النظام نتيجة لاتفاق وليس لأنها هي جزء من النظام، سواء كانت في دارفور أو كانت في الشرق، كانت في الشرق، ظهرت كذلك قوة كثيرة جدا ما كان عندها يعني يمكن يكون في زمن الإنقاذ كانت إلى حد كبير جدا، الإنقاذ كانت إلى حد كبير جدا عندها مقدرة بتمثيل القوى المختلفة، سواء كانت قوة صوفية أو سواء كانت قوة قبلية، سواء كان استيعابها في داخل المؤتمر الوطني أو استيعابها كشخصيات
وفي في 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 كشخصيات قومية تدخل في المجالس التشريعية وتدخل في المناصب تماماً المختلفة تماماً. هذه يمكن بس عشان بس يعني نقرب للمشاهد ما يقول مستشارين رئيس الجمهورية كان في حتى من الأحزاب المعارضة عضوية المجالس التشريعية في الولايات كانت ممثلة فيها بعض الوجهات القبلية. نعم المسألة دي طبعا بعد ما حصل التغيير وشي طبيعي زي ما قلت لك انه يعني تحضر الثورة في النهاية الذين قاموا بالثورة على الأقل بيحاولوا إلى حد كبير جدا يعني يفرض رؤاهم إلى حد ما، لكن يعني يكون هناك في نضج سياسي ووعي سياسي. وأنا بفتكر يعني الآن بعد مرور عامين أفتكر وقت كافي جدا لتجنب هذه البلاد، وطبعا ده برضو واحد من الإدراك بصورة باكرة الممكن يجنب البلد دي كثير من المزاغة اللي ممكن ينزلق فيها يعني نتيجة لإقصاء قوة أو أخرى. والإقصاء أصبح ما بين الإزبال المؤتمر الوطني براهو، يعني زي ما ذكرنا كمية من القوة القوى السياسية المشاركة في الحكم محدودة جدا، إذا كان من الحركات المسلحة أو إذا كان من القوى الحزبية. فبالتالي لا بد من توسيع يعني معون المشاركة، وبالتالي يمكن زي ما قال يعني حميتي إنه لازم الكل يعني يضع أيدينه في بعض، وخاصة يعني بعد ما ظهرت كثير من الإشكالات اللي بتواجه الناس يعني في معاش الناس. يعني الليلة ما في زول بفتكر يعني إلا إذا حتى ناس الحكومة مدركين تماما الوضع يعني المعيشة المتردي جدا، الوضع في الأمن، هشاشة الأمن اللي بيكون موجود، وكل المسالب المشاكل اللي بتعاني منها البلد الآن بيحتاج إلى توافق للخروج منها. الله يفتح عليك. فبالتالي بفتكر كانت هذه المبادرة وهذه النظرة، وزي ما قلت لك في البداية كان الإلهام من المناسبة الدينية الحاضرة، أنا بفتكر يخلي المسألة دي يتم استيعابها وبثها. وكانت من يعني بفتكر من 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 يعني من من الحتات المناسبة جدا إنك تطرح فيها مثل هذه الدعوة من غير حرج، اللي هي عندما يكون في المخاطبة للمصلين بعد صلاة العيد، سواء كان من المسؤولين مباشرة أو إذا كان في لقاءات زي ما تم في اللقاء تم في 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 بربر مع الشيخ الجعلي، باعتباره انه من الشخصيات القياديه المؤثره في الطرق الصوفيه. نعم. فبهذه الصوره يعني بفتكر الدعوه انها دعوه تستحق الناس الوقوف عنها عندها ودعمها، والى حد كبير جدا. ده ما بيعني في النهايه انه اي مفسد ممكن يهرب من نحن حنرجع للنقطه دي اللي هو ما الذي يعني ما هو المقصود بالمصالح، لكن خلينا نشوف جانب مما قاله حمدوك أيضا حول هذه المسألة. نشاهد معنا. لقد قدمنا مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام من أجل تحقيق الغايات التي يتطلع إليها الشعب السوداني، وهي مبادرة معنية بتطوير مشروع وطني يسع الجميع وتستكمل به مهام الاستقلال على مستويات عديدة. ولقد تحدثنا بشكل واضح عن ارتباط وثيق العرى بين المجهودات المبذولة على الصعيد الخارجي بما هو مطلوب تحقيقه على الصعيد الداخلي، ولذلك كان لزاما علينا الطرق بشدة من أجل ترتيب بيتنا الداخلي عبر مجابهة الأزمة الوطنية والتنادي للإسهام في حلها وعدم التراخي وتركها في النهاية لتستفحل. ولذلك وضعنا أسسا للتسوية السياسية تضمن أكبر إجماع ممكن لعبور هذه المرحلة المفصلية لبلادنا نحو المستقبل المشرق، كما وضعنا جملة من المقترحات لتحقيق هذه التسوية. إن مما يسعد هو تقبل المبادرة من الشعب السوداني بأطرافه الواسعة وقطاعاته المتنوعة وسائر فئاته والمكونات السياسية الفاعلة داخل السلطة وخارجها. ها نحن ذا نثير بثقة. نعم، إذن كان هذا جانبا من خطاب رئيس الوزراء، وهو يشير إلى قضية المبادرة التي أطلقها وأنه لا بد أيضا من الحوار. أيضا خطاب المصالح الوطنية لم يقتصر فقط على رئيس الوزراء، كان هناك حديث ربما استغربه البعض من والي شرق دارفور محمد عيسى عليو، نشاهد معا ما الذي قاله. ولكن احنا نعتقد ان هذا السودان ما وجد العافيه منه الاستقلال، كلما دخلت امه لعنت اختها، ولذلك لابد من ان تمضي هذه المبادره الى مصالحه وطنيه شامله.
حتى السودان يخرج من هذا النفق المظلم. وهناك ثوابت يجب أن نتفق عليها. أنا أعتقد أن هذه المبادرة يجب أن تمضي إلى منتهاها لتستوعب كل السودانيين حتى ننهض ببلادنا إن شاء الله تعالى. وأعتقد أن إخواننا في المؤتمر الوطني المحلول هناك منهم ناس مخلص وهم جزء من هذا التغيير، يجب أن يكونوا جزء من هذه المبادرة ويجب أن نحرك هذه المبادرة، لأننا كلنا سودانيين ويجب أن نعمل من أجل هدف واحد هو وحدة هذه السودان. وذلك أنا من الناس اللي تكلمت قدام رئيس الوزراء بنفس هذه الكلمة أمام كل الولاة وكل معظم الوزراء أن المبادرة يجب أن تكون شاملة حتى تستوعب كل الناس لكي نخرج من هذا النفق المظلم السودان الذي كان يمد يده لكل جيرانه لأنه يستجد الناس. هذه الدعوات التي أطلقها الوالي ربما استهجنها البعض لأنه تحدث عن المؤتمر الوطني صراحة، ولكن دكتور يعني بغض النظر عن من استهجن يعني تصريحات عليه واتهمه بأنه يعني بعض الاتهامات التي جاءت، لكن هذا التوالي في حديث المصالح الذي سبق سابقا بمبادرات كثيرة سواء كانت من يعني خرجت من تيجاني سيسي أو حتى يعني بقي حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب كثيرة ربما الآن يعني لا يتسع المجال لذكرها، لكن كنا في حلقات سابقة عرضنا هذه المبادرات كلها أطلقت مبادرات لحوار ومصالحة وتوافق وطني. هذه المصالحة هل يقصد بها أن يعفو أولياء الدم الذين ربما قتل أبنائهم ويعني ينتظرون فصل القضاء في الدماء التي سفكت؟ هل المصالحة يعني أن يعفى عن مثل هؤلاء؟ أنا أفتكر يا أخ ويس يعني لو أخذنا كلام الأخ رئيس الوزراء مع الكريم الأخ كلام الأخ الوالي بنلقى يعني يمكن يكون الحلم الكبير الذي تكلم عنه الوالي ولاتساع الماعون لكافة أبناء السودان حتى المؤتمر الوطني ومع ما تكلم عنه رئيس الوزراء واللي هو بيفتكر أنه يحقق أكبر قدر من التوافق، وده بيفتكر بيكون هو المطلوب. يعني ما يطلبه رئيس الوزراء من أكبر قدر من التوافق من القوة التي يمكن أن تتوافق وعلى الأقل ما يكون فيها قبول عدم قبول بيناتها وبين الاكستريم اللي بيدعو له الوالي واللي بيدعو حتى ناس المؤتمر الوطني. طبعا انت لما تقول المؤتمر الوطني في كميه من المسائل زي ما ذكرتها يعني على الاقل الى الان هي عباره عن مجموعه من الاتهامات بتوجه لاعضاء المؤتمر الوطني، وبالتالي لابد ان ياخذ القضاء مجراه في كميه من اعضاء المؤتمر الوطني متهمين بالفساد. لابد اذا ثبت هذا فكل من اجرم في حق الوطن يجب أن, 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 أن يخضع للقانون ويحاسب وسط القانون. في تقديري ناس المؤتمر الوطني الآن والحركة الإسلامية بصورة مجملة هم حتى المسألة بتاعت المصالحة لا ينظرون في المصالحة من جانب أنه يعفو عمهم أو يتركوهم، هم ينظروا فقط للمصالحة أو على الأقل يتكلموا بصورة واضحة جدا على الإصلاح وليس على المصالحة. إنه وده بفتكر الجامع اللي يفترض أن يتوافق عليه كل الناس، بعد كده منو اللي بيدخل فيه؟ الماعون ده كل ذل بيدخل فيه. كيف يعني إصلاح وليس مصالحة؟ اللي هو تحقيق دولة القانون، يبقى القانون هو الفيصل وهو الأداة والعدالة هي القانون وهي الأداة التي تحدد من يحاكم والتي تحدد من لا يحاكم ومن يسمح له بالترشح ومن لا يسمح له بالترشح وهكذا، وما هي الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها كل مواطن سوداني غير متهم في جريمة وغير محاكم. فدي تقريبا ما يدعو له الآن الأعضاء الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني بصورة مجملة. إنه حتى الكلام عن المصالحة ويفتكر إنه ما في زول جاهن، يمكن بعض المشاورات من بعض الناس يتكلم عن المصالحة لكنه مش كده. يعني أنا أعلم فيما أعلم يعني حمدوك يعني رسل رسالة واضحة جدا بشخص معين لغندور في 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 المعتقل ويطرح عليه المبادرة، فكان الرد بتاع غندور بصورة واضحة جدا إنه في أشياء كثيرة جدا نحن لا نرغب في غير تطبيق القانون واحترام القانون،
بعد كده إذا تم احترام القانون والذي يعتقل يعتقل باسم القانون، والذي يطلق سراحه يطلق سراحه باسم القانون، والذي يعزل سياسيا ويعزل يمنع من ممارسة حقه السياسي يعزل باسم القانون وليس عزل سياسي من أي جهة، من جهة سياسية، من جهة سياسية. يعني وإنما يعني تتخذ أساليب قانونية مع كل شخص مفسد، وده بالمناسبة هي الممكن تؤدي بيؤدي لقبول هذه الدعوة والتي يمكن أن يكون نتاجها. يعني أنت بمجرد ما تتكلم عن الجهات، تتكلم عن المؤتمر الوطني، تتكلم عن الحركة الإسلامية، تتكلم عن الذين شاركوا في النظام، تتكلم أنا بفتكر ده بيضعف هذه المبادرة. لكن عندما تتكلم عن الإصلاح السياسي، ودي بالمناسبة هو واحد من الأخطاء الذي شاركت فيه كل القوى السياسية من غير استثناء، كل القوى السياسية عندما تكون في الحكم تقصي جميع القوى الأخرى وتفتكر إن ما ترى هو الرأي الأصوب وهو الرأي الذي يقود السودان للأمام. ما عندما تذهب للمعارضة ترفع الشعارات بتاعت العدالة وحقوق الإنسان وإلى آخره. والمسألة دي يا أخ ويس يعني من ناحية يعني عملية في 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 58 عندما كان الأزهري في المعارضة ضد حزب الأمة واستطاع أن استمالة مجموعة من النواب أن يسقط الحكومة التي كانت برأسة حزب الأمة، ما كان من رئيس حزب الأمة إلا أن اتفق مع القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الزمان وهو الفريق إبراهيم عبود، وتم الاستيلاء على السلطة وتم إقصاء جميع الأحزاب بما فيها كذلك حزب الأمة. جاءت أكتوبر 64 في 67 حصلت بعض الإشكالات أو بعض المواقف من بعض أعضاء الحزب الشيوعي، وتمت فيه بعض الاتهامات كانت غير مقبولة بالنسبة للإسلاميين في صورة مجملة وكل الأحزاب. تم بموجب حل الحزب الشيوعي وطرد نواب من البرلمان، فما كان من الحزب الشيوعي إلا أن دبر انقلاب 69 مع نميري وأقصى فيه كل القوى الأخرى تماما. لم يكتفي بهذا، بس شعر بأنه في وجود بعض القوة أو بعض القوة موجودة، فأراد أن يقوم بحركة تصحيحية في 72 بواسطة الرائد هاشم العطا، واللي تمت فيه كمية من الممارسات حقيقة يعني. لكن الشاهد فيها اللي هو إقصاء الحزب الشيوعي لكل الأحزاب الأخرى في المحاولتين، إذا كان 69 أو إذا كان في 72. بعد ما تم 85 الإطاحة بنظام يعني بكده حتى نميري ذاته رجع أقصى تاني الحزب الشيوعي أقصى بقية الأحزاب تماما. 85 عندما حصل الانتخابات وفازت الجبهة الإسلامية بتقريبا بقت القوة الثالثة، وكانت مشاركة في ائتلاف بين مع الحزب الأمة والحزب الاتحاد الديمقراطي في الحكومة، ما كان من قائد القوات المسلحة فتح أحمد علي الله يرحمه عمل مذكرة باسم القوات المسلحة ولا بد من إقصاء الجبهة الإسلامية وإبعادها من الحكومة تماما، وتم ذلك. فما كان من الحركة الإسلامية إلا أن تقوم بانقلاب 89 وتقصي بقية الأحزاب. فده هو نهج من السياسة الخاطئة، نهج من السياسة الخاطئة الذي يمارس بكل قوة يمارس الآن يعني سجل أخطاء متكررة. فالسودان دي يسعى الجميع، فما لم يتوافق الناس إنه في النهاية يتوافقوا على المسألة الديمقراطية وإنه صندوق الاقتراع هو الفيصل بين الناس، وطبعا من الأشياء المهمة جدا لا بد إنه الناس يتوافقوا عليه، وده بفتكر ما تعنيه الدعوة للمصالحة الوطنية لكل السودانيين، ليس ما كلهم زي بعض، كلهم مارسوا الإقصادة. المصالحة ليس بالضرورة أن تكون أو على الأقل يتبادر في ذهنها عودة المؤتمر الوطني، لكن بفتكر في نقطة واحدة وحيدة يمكن أن يتم فيها الإشارة أو القبول بعودة بعض منسوبي المؤتمر الوطني اللي هو في ما يتعلق بالخدمة المدنية. يعني الآن كما مارس المؤتمر الوطني عندما استولى على السلطة، أول شيء قبله هنا الشيوعيين في 69 عندما استولى على السلطة سموه باسمه الإحالة للصالح العام. أي زول عنده علاقة بالأحزاب وحركة إسلامية تم إزاحته تماما وإبعاده من الخدمة الوطنية. عندما جاءت الإنغاز باسم التمكين أزاحت كل القوى الأخرى من الجهاز من الخدمة المدنية وحلت محلها أعوانا. لكن الفارق بين الفترات دي
69 الفترة كانت طويلة شوية لكنها إلى حد كم 16 سنة. الشيوعيين ما أخذوا زمن كثير يعني من 69 إلى 72 زي 3 سنين ما أكثر من كده. لكن المؤتمر الوطني للحركة الإسلامية استمرت 30 سنة. في 30 سنة دي تم تدريب كمية كبيرة جدا من 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 الـ من الـ من ال كانوا في الخدمة الوطنية الخدمة المدنية. وبمناسبة يعني يمكن من 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 99 أو من الفينات بدأ الانفتاح من المؤتمر الوطني على كل بعد المفاصلة يعني المفاصلة كان فيها إقصاء كامل للشعبيين من كل مفاصل الدولة. وبالتالي تم استيعاب قوة كثيرة جدا. وبعد ما تمت المصالحة مع بعض الحركات وكمية من زي ما قلت لك جبيل اللي كان الإنغاز كانت مدركة للبعد القبلي وللبعد بتاع الطرق الصوفية وغيرها. تم استيعاب كثير من الكوادر وتم إدخالهم وتدريبهم. وده ظهر الآن بصورة واضحة جدا عندما تم إبعاد كل هذه المجموعات المنسوبة للمؤتمر الوطني. هي في النهاية ظهر في عجز دولاب الدولة بالاستيفاء بأبسط الخدمات اللي كانت بتدار بأدنى الكوادر معرفة. وأيضا ربما ظهر دكتور يعني بعض الكوادر مثلا في وزارة الري أو حتى في بنك السودان أو كده مباشرة كانت حتى قول الحرية والتغيير قدرت تصدر كوادر من داخل منظومة الخدمة المدنية التي كانت مستمر كانوا مستمرين في الخدمة وعندهم رتب معين يعني. نعم. إدارات أو خبراء. نعم. يعني حتى وزير الري حاليا يعني هو واحد من التيم الفني اللي أصلا كان شغال. صحيح 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 نعم. فأنا بفتكر دي واحدة مما تعنيه أنا على الأقل في مفهومي ما تعنيه المصالح الوطنية. إنه على الأقل يعني ممكن ما يتم الكلام بصورة مباشرة عن السياسيين لكن بالنسبة للخدمة المدنية الخدمة المدنية دي ما يعني في النهاية تبعد من المهاترات السياسية تماما تماما. ودي اللي بيحتاج ليها البلد على الأقل في الفترة دي في اللحظات دي. لأنه حقيقة كمية من القطاعات بتاعت البلد يعني إذا كان الموية إذا كان الكهرباء إذا كان كمية من القطاعات المختلفة يا أخي أبسط حاجة في 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 يمكن في منتزه من المنتزهات العامل اللي كان بيشغل هذه البرج المعين يعني تم إعفاؤه وبالتالي حصلت كوارث المشارح وغيرها. فدي كلها أنا بفتكر ما تعنيه المصالح الوطنية اللي هي على الأقل فيما يعني الكوادر المهنية اللي دربها البلد دي وصرب عليها البلد دي وهي في النهاية بتخدم المواطنين. ما عندهم غلط في النهاية بأنه يحكم المؤتمر الوطني والله يحكم الحزب الشيعي والله يحكم غيره. وزي ما قلت لك يعني يعني قصر المصالحة وحصرها زي ما تبادر للذهن مباشرة في المؤتمر الوطني أنا بفتكر ده بكون واحدة من أسباب التي تؤدي لفشل هذه المبادرة. لكن نحتاج إلى مصالحة شاملة عامة تخرج البلد من كل الأزمات الموجودة الحالية. ربما دكتور حتى مصالحة مع الخبراء الاقتصاديين. نعم. ومع نعم. أصحاب المبادرات الذين ربما لم تؤخذ مبادراتهم على محمل. نعم. الجد ولم يكن يعني. نعم. هناك قدرة على استيعاب مبادراتهم بحيث. نعم. أن تخرج البلد يعني من كل هذه الأزمات. يعني نختم هذا المحور يعني أخذ منك إجابة سريعة لأنه لسه عندنا. نعم. محاور. متى يمكن نقول أن هذه الخطابات بدأت تؤتي أكلها؟ أنا والله بفتكر يعني حقيقة أنا متابع طبعا للمسألة زي ما تعلم أخو غويس منذ أن أعلن رئيس الوزراء المبادرة بتاعته. وكان في البداية يمكن يكون يعني شبه تقريبا يعني يمكن عدم قبول واسع في البداية حتى من المكون السياسي أو الحاضنة السياسية. وكان بيفتكروا انه ناس الحاضنة السياسية انه هذه المبادرة تعني بالنسبة لهم على الأقل وبالتالي كان عدم القبول لها بأنها تعني بأنه حمدوك خرج من هذا الإطار بتاعهم من الحاضنة السياسية بتاعتهم. لكن بفتكر انه بعد 30 يونيو وما كان على الأقل التعبئة اللي كانت تمت وما يتم في 30 يونيو من السقوط وبعد 30 يونيو أنا بفتكر المسألة تحولت تماما على الرغم من أنه كانت في بعض المبادرات يعني أعلن تماما مثلا السيسي ومسار كان يمكن بمجرد ما يعني رئيس الوزراء قدم المقترح بتاعه مبارك الفاضل بمجرد ما قدم رئيس الوزراء المبادرة
قدم لها نقد وافتكر بناء جدا، لكن بفتكر انه الاكتمال لهذا القبول والنظره لها بصوره جاده تبلور الان في هذه المناسبه. لا انا بقول انا بقول 200 احنا نقول ده ما كلام الان لا يختلف اثنان على انه الكلام ده كلام سميح. نعم. واي خطاب بتاع مصالحه ده كلام كويس وده خطوه في الاتجاه الصحيح، لكن متى يمكن نقول نعم لقد بدا هذا المسار؟ والله انا بس اخشى من حاجه واحده او على الاقل حاجه موجوده هنا وموجوده هنا. الغلاة من اليساريين ومن الاسلاميين قد يفسد هذه المسألة وبالتالي تؤثر في الذين يطرحون هذه المبادرة. الرفض الممكن يأتي من اليساريين جملة واحدة ومن الإسلاميين بالذات يمكن يكون الغلاة منهم. أنا أعلم تماما أنه في داخل اليساريين في كمية من العقلاء يدركوا هذه المسألة، وأعلم في داخل الإسلاميين كذلك مجموعة من العقلاء يدركوا معمل التوافق، لكن دائما عندما يجي في 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 المصالحة في المصالحة بين، وبالذات عندما تعني التقارب بين اليساريين وبين الإسلاميين، روح القطيع تساوي الجميع حتى المعتدلين من اليمين والمعتدلين من اليسار كلهم فيما بعض يكونوا رفضا للالتقاء مع بعضهم. لكن أنا بفتكر وأخشى إنه هذا الصوت العالي للأسف الشديد في غلاة اليساريين وفي غلاة الإسلاميين أو في غلاة اليمينيين الصوت عالي جدا، والاستخدام بتاع وسائل التواصل بمقدرة فائقة جدا، أخشى من أنه يؤثر على القوة الحقيقية التي هي تحس بهذا الإحساس تجاه السودان والتي تعمل على جمع القوة. يا أخي أنسونا من الإسلاميين تماما وأسلونا من اليساريين، يتم التوافق يعني بصورة مجملة، وإن كان إلى حد كبير لا تستطيع أن تقول نبعد اليساريين الآن، لأنه حقيقة بما علق حققوهم من مكاسب ومن نقول من حقوق بعد إسقاط النظام السابق، فبالتالي بيكون لهم قوة بمدافعة مع القوى الأخرى. لكن بفتكر القوى الأخرى يعني أفتكر آن الأوان لأنه يدركوا أحجامنا الحقيقية، وأنه هم القوة يعني في حزب الأمة وحزب الاتحاد الديمقراطي والقوة السياسية المختلفة، إذا كان طرق صوفية إذا كان قبائل إذا كان غيرها إذا كان غيرها، يتم التوافق ومن أجل الوطن. ويمكن يكون في تجربة سابقة كانت يعني في بعد 64 كذلك كان يمكن يكون يعني تمت الحكومة في ذلك الزمان وكانت برأس سر الختم الخليفة وكانت جبهة الهيئات هي الـ كانت الواجهة للثورة وبالتالي كانت استأثرت بكمية من الوزارات، ودي واحدة من الإشكالات يعني دائما المكاسب بالذات في المناصب السياسية اللي يتم الحصول عليها بعض الثورات بيكون من الصعب التنازل عنها. لكن كانت قوة الأحزاب في ذلك الزمان وإدراك لأهمية التوافق ولأهمية الوفاق كانوا ضغطوا على سر الختم الخليفة وأنه يقدم استغالته، فبالتالي إذا قدم سر الختم الخليفة الاستغالة فبالتالي تنحل الحكومة تلقائيا، وهذا ما حدث وتكونت حكومة جديدة، حكومة من تكنوقراط قادت الفترة الانتقالية لعام واحد بعد تم إجراء الانتخابات. الانتخابات. نعم. وبالتالي ربما تكون نفس هذه التجربة هي ربما بدايات للحل. نعم. في السودان. انتقل معك إلى المحور الثاني، يعني ربما تداول عدد من الناس قضية سد النهضة ولك بوابات مروي فتحت بوابات الروسويرس، والناس خايفة يعني ما عارفين الحاصل شنو. من متابعتكم وأنتم ربما لديكم يعني متابعات في قضية سد النهضة ولديكم بعض الإسهامات البحثية في إطار، هل هناك مشكلة حقيقية يمكن أن يخاف منها المواطن السوداني الآن من موضوع سد النهضة وإعلان اكتمال الملأ الثاني وأن بوابات سد النهضة ذاتها فتحت والمواجهات خاشة؟ والله شوف أخويس، يعني هو سد النهضة بالمناسبة أنا بفتكر طريقة التعامل معه، وأنا ذكرت الكلام ده كثير جدا للأسف الشديد، أنه التعامل مع سد النهضة بالذات من جانب حكومات السودان وليس حكومة السودان الحالية، التعامل معه تعامل سياسي بحت، سواء كان بالقبول أو الرفض من أثيوبيا أو بالقبول والرفض من تجاه مصر، يعني ينبني الموقف السياسي لحكومة السودان ليس على مصلحة السودان.
وده ما أدى لهذا المأزق الذي تعيشه الحكومة الآن أو يعيشه السودان الآن. نستبعد الحكومة الذي يعيشه السودان الآن واللي هو عدم وجود التنسيق، أبسط 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 التعاون مع الحكومة الأثيوبية اللي هو التنسيق في 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 تدفق المياه من سد النهضة، سواء كان بحبس المياه أو سواء كان بتركها تمر، وبالتالي يتم التنسيق. لأنه أنت إذا فتحت البوابات في 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 سد النهضة وكنت قافل هنا في 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 الرصيرس وفي مروي بتكون مشكلة، بتكون مشكلة كبيرة، والمشكلة بتكون أكبر إنك تفاجأ بوصول هذه الكميات الضخمة للأسف الشديد يعني. فده واحدة من الإشكالات وده ما يحدث الآن. بعدين هو المسألة ما بقت يعني، هو طبعا البشر ده يا أخويس قدر ما يتم التقدم ويتم الاعتقاد بالسيطرة على البيئة ومعرفتها، القوة الإلهية كذلك تبقى واضحة ولا بد الناس يأخذها في الحسبان. فعلى الرغم من المخاوف والمخاطر اللي ممكن تجي من سد النهضة، ما يشهده السودان من تغيرات مناخية على الأقل في العامين الأخيرين ديل يعني كمية الأمطار اللي بتجي بكميات بصورة غير محسوبة، فالكميات الغير محسوبة من المطر دي عم تجي من فوق وانت تصميمك ده على الأقل عند المتاح عندك، فبالتالي بتحصل إشكالات. لا لكن دكتور الآن مع هذه الإشكاليات واضح أنه هناك ربما تغيرات مناخية أو كده، لكن هل فعليا الحاجة اللي قاعد تنشر في الإعلام دي يعني صحيح أن السودان وقع في مشكلة يعني غير مسبوقة وأنه البلد حتغرق وكده؟ هو طبعا ما بفتكر يعني، دي ما المرة الأولى أنه تجينا فيضانات والناس يغرقوا فيها يعني. يعني هي انا افتكر الان في 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 تضخيم المساله بصوره اكبر من اللازم. يعني كان ممكن ان يتم التحوطات. يا اخي عندنا المقوله الشعبيه الاغنيه يعني ردد الاهل توتي عجبوني الليله جو ترس البحر صدده، دي من تاريخ البلد ده، انه بيجي في لحظه من اللحظات بيكون فيضانات بتكون كبيرة جدا، وبالتالي بيكونوا الناس شايلين طواريهم وشايلين شوالاتهم وبايتين جنب النيل وحرسين النيل، ودي تاريخية موجودة. وناس توتي معروفين بترسوا حتى بشبابهم أحيانا ذاتهم بيكونوا واقفين قصاد الترس يعني. وبعدين شفت أقول لك هي مهما كانت كمية المياه دي عندما الناس يكونوا حاضرين بتحضيراتهم، ما هي المياه اللي بتجي يعني منحدر شديد وعشان تجري في شيء. مجرى النيل ده معروف وما شبوه المويه ومنحدره وكثيره. هو هنا السؤال يا دكتور. يعني الناس بيقول لك لا سد النهضه هو يغرقنا. زمان مش كان السودان قبل سد النهضه بيستقبل النيل كله كامل؟ نعم السد مش هسه حاجز النيل كله بس طالع من البوابات ولا كيف؟ عندنا سنه 6 الشهيره المعروفه، سنه 6 دي كانت فيضانات يعني ضخمه كبير. لكن خلينا اكمل لك المشهد بتاع الانحدار بتاع النيل اللي هو ماشي بمجرى النيل. بالمناسبه من اطراف نهر النيل الاطراف يعني بين الضفتين بيجاي وبيجاي وتمدد المياه دي من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تراقبها، لانه ما في الانحدار ماشي شمالا لكن الأطراف دي بيرفق وتمدد بصورة كده إلا يكون في طوفان عالي شديد. لكن حتى الطوفان العالي شديد ده يعني مقدرة الناس وجنبهم وقاعدين وبشوالات وبكواريق وبطوارئ يستطيعوا أنه يعبروا هذه الأزمة. أنا لا أقول لك إحنا ما بنغلل من الخطورة والناس لابد أن يأخذوا هذه الحذر في 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 ذهنهم، وبالذات زي ما جاء من الناس الإرصاد وأنهم متابعين وكمية المياه الجاية وكلام افتكر فيه متابعة، لكنه ما بهذه الضخامة يعني. فهي دي شيء طبيعي يعني. خلينا نشوف يعني كان في فيديو نشره ناس الإرصاد الليلة، يمكن ما بيتكلموا عن سد النهضة أو عن المويه، لكن جيد أن نلفت المشاهد وكل مواطن أنه يتعامل مع توقعات ناس الإرصاد ربما تقيه من بعض الأخطاء. خلينا نشاهد جانب من الفيديو الذي نشر بواسطة الإرصاد. احنا في الهيئة العامة للإرصاد الجوي الأيام دي بنحاول نركز شغلنا بحيث الناس تقدر تتابعنا عشان تتحصل على المعلومة الصحيحة عن التوقعات، وهي طبعا مفيدة في كل القطاعات. يعني احنا عندنا وسائل بنوفر فيها المعلومة وهي الموقع بتاع الهيئة العامة للإرصاد الجوي، إضافة عندنا موقع على الفيسبوك، صفحة على الفيسبوك، وعندنا جروب بتاع واتساب، وعندنا ميل ليست،
وعندنا مركز بيشتغل 24 ساعة، هو مركز الطواعات الجوية مطار خرطوم، بيقدم الخدمة مباشر للزبون أو للمتعامل معنا. فبنرجو من الناس إنه الأيام دي بقدر الإمكان تتحصل على المعلومة من المصادر الرئيسية، لأنه في أمطار متوقعة تكون عالية حسب التوقعات بتاعة الموسم، والتوقعات كانت بتقول فوق المعدلات الطبيعية، وهي حاليا في نتاج لهذه الأمطار في بعض السيول حصلت في بعض المناطق والولايات. وعشان الناس تكون أكثر حذرا وتقدر تكون من بدري جاهزة للآثار بتاعة السيول والأمطار، نتمنى إنه الناس تقدر تتابع التوقعات والإصدارات اللي بتنتج يوميا، وإحنا على استعداد نجاوب على أي سؤال من أي مستفيد. إذن كما شاهدنا هناك مواقع وهناك آليات وحتى عبر الواتساب يعني تكشف توقعات الأرصاد، مهم جدا لكل مواطن خاصة الساكنين بالقرب من مجاري الأنهار، سواء كان نهر النيل أو الأنهار الموسمية، أن يتابعوا بشكل حثيث لكي يعني لا يتفاجأوا بكارثة. نحن يعني نتمنى السلامة للجميع في هذا الخريف. نعود لقضية سد النهضة، كنت أتحدث عن الأرصاد بينشروا توقعات ويمكن معرفة هذه التوقعات. يعني في نهاية يعني نرجع لنفس السؤال اللي أنت لسه ما أدتني عليه وإجابة يعني شافية زي ما بيقولوا، يعني إحنا هسي نخاف من سد النهضة، نفرح ساي ما في حاجة حاصلة، يعني الصورة ملتبسة، المصريين يهولوا بشكل كبير، يتحدثوا عن سد النهضة يتكلموا عن عطشهم هم، لكن إحنا الكلام عندنا في حاجتين، ناس بيقول لك حنعطش والناس هسي بتخاف من الغرق، يعني ما في توازن في الحكاية، حتعطش ولا حتغرق. نعم، قبل ما أجاوب لك على السؤال ده، أنا أفتكر برضو الكلام بتاع الناس الإرصاد ده، وإنت يعني حضرتك تكرمت بأنه نبهت المواطنين بأنه ياخذوا حذرهم، لكن أنا ما بفتكر بالنسبة ووجه الرسالة دي للإخوة في الإرصاد، يعني الوسائل اللي هم مستخدمينها الآن ليس كافية بأنها تكون واصلة لكل الجهات، يعني على الرغم من أنه يعني يمكن يكون الواتساب والتلفونات والفيسبوك والغيره وغيره اصبحت متاحه في حتات كثيره جدا، لكن بفتكر برضه في حتات كثيره جدا يعني حتى مع وجود الاتصالات، لكنه الى حد كبير جدا مرات انقطاعات والواي فاي ولا غيره من ما تكون متاحه. انا بفتكر في عامل مهم جدا ده في اي حته موجود، واللي هو الاذاعه، وغالبا بتكون في برامج إذاعة، لكن ربما التوعية تكون على نطاق واسع. لا، ال- 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 التحذيرات بالذات التحذيرات، يعني هم التحذيرات بيرسلوها عبر الوسائط دي، لكن افتكر مهم جدا من التحذيرات دي بالذات لما يكون في خطر متوقع وداهم وهم تأكدوا من كمية المياه الجاية، يتم الاستخدام الإذاعة. وافتكر كان يعني كانت برضه من الممارسات بالمناسبة المرتبطة بهذه زي ما تفضلت حضرتك، إنه هي الحكاية ما الآن، يعني أتذكر في فترة من الفترات كان دائما في 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 نشرة الصباح، بس ما موجود الكلام ده لسه موجود مستمر سواء كان في الإذاعة ولا في التلفزيون، في نشرة الصباح طوال، وفي فقرة عن الأرصاد الجوية، بتكون فرقة عن الأرصاد الجوية وبيكون فيها ذكر المهددات الممكن، فأنا بفتكر ناس الأرصاد مثل المسألة دي. بفتكر بالنسبة لسد النهضة، سد النهضة يعني أنا بفتكر واحدة من الـ 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 الإشكالات الـ إلى الآن ممكن تسبب إشكال بصورة كبيرة بالنسبة للسودان، اللي هو عدم وصول المعلومة من الأثيوبيين للسودان، يعني إذا كان فتحوا البوابات إذا كان قفلوا البوابات، المهم حركة الموية. ليه الأثيوبيين لا يقومون بهذا هذه المسألة؟ هم يعني يمكن يكون في 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 العام الماضي من الفترة دي تبرعوا وأدوا المعلومات من غير ما يطلبوها منهم السودانيين، وهم بيقولوا كده إحنا أصلاً ما حنحجب معلومة عن السودان أو عن مصر بالذات فيما يتعلق بحركة المياه، فلو كانوا هم صادقين في هذه المسألة أنا ما أفتكر بيكون في إشكال كبير بالنسبة للسودان، خاصة إنه هذا السد يعني يمكن يكون الإيجابيات بتاعته يعني أكبر كبير جدا من السيئات الممكن
أو من الآثار السالبة الممكن أن تنتج للسودان من هذا السبب. لو وصل السودان الاتفاق مع أثيوبيا طبعاً. مع أثيوبيا. بالذات في 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 حركة التشغيل. إنه والله الليل حنفتح والله حنقفل. إنه والله السنة دي حنديكم ولا ما حنديكم. كيف يعني يعيش بحسن أكثر قدرة على إدارة موارده المائية. تماماً. هيكون عارف الداخل كم. داخل كم وينظم. يعني البحيرات بتاعته على هذه الصوره وما حيتفاجئ بالفيضان كما كان يحدث في السنين الفاتت. الله يفتح عليك. ويمكن يكون مناسبه واحده من الـ واحده من الـ 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 الميزات المهمه جدا بالنسبه لسد النهضه بالنسبه للسودان اللي هو التحكم في كميه المياه طول العام. السودان كان يعني زي ما كان كان في تقريبا في زي 12 مليار كانت من 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 حق السودان او 8 افتكر 8 مليار كان من 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 نصيب السودان في اتفاقيه تسعة متر مكعب طبعا متر مكعب من من اتفاقيه 59 نظمت كميه المياه بين مصر وبين السودان. كان السودان لا يستطيع ان يستفيد من هذه ال 8 مليارات وكانت بتمشي طوالي لمصر. وده بالمناسبه المشكله مشكله المصريين ما في السد ولا مع أثيوبيا. مشكلتهم في أنه الكمية كانت بتجيهم من حق السودان ما قادر يستوعبها وما قادر يخزنها حيفقدوها لأنه صعد النهضة بعد كده يعني كمية ينظيمها ويخلي السودان ممكن يستفيد من المياه دي. السودان يستفيد طول العام من المياه دي واللي هو زي ما كان بيعمل دورة واحدة في السنة دورة زراعية اللي هي شتوية واحدة يستطيع أن يعمل ثلاثة دورات زراعية الآن لأنه الموية هتكون بصورة مستمرة لطول السنة هيكون مستوى النيل بصورة واحدة. قد يكون في ارتفاع بسيط وقد ارتفاع قليل. يعني يمكن يكون واحد من الخبراء ذكر أنه كمية المياه التي تدفق في من من سد بيدفق في 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 أو بتخرج من مصر من من أثيوبيا من سد النهضة أو على قبل صد النهضة كانت بتراوح بين 800 و 500 ألف متر مكعب في اليوم بالدي اللي هي 8000 إلى 500000 تزيد وتنقص يعني بيتراوح بالحتة دي. فقال عندما يعني تم إنشاء صد النهضة لن يسمح صد النهضة بمرور أكثر من 130 ألف متر مكعب في اليوم. هذه ال 130 ألف متر مكعب في اليوم 130 مليون متر مكعب في اليوم يستطيع السودان أصلا بيستخرج منها 30 مليون بيستهلكها في 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 ري الطبيعي. بتبقى ال 60 مليون دي انه لو عمل دورتين ثانيات او وسع الاراضي بتاعتها يمكن يستهلكها كلها. فبالتالي ما حيمشي لمصر حاجه من حصة السودان. مش من حصة مصر. لا من حصة السودان. فدي كل الإشكال بالمناسبة. ده كل يعني الإشكال. يعني هي مشكلة مصر ليست مع إثيوبيا وإنما مع السودان. وللأسف إنه زي ما قلت لك قبيل التعامل من حكومة السودان للأسف الشديد في هذا النظام والسابق تعامل سياسي مع صد النهضة وليس مع مصلحة السودان. للأسف الشديد. خلينا نختم بالمحور الأخير في هذه الحلقة ونتحدث عن العيد والأضاحي والفرص الضائعة. في وسط هذه المناسبة ربما رصدتم حالة العيد وحالة الأضاحي. هل يمكن للسودانيين أن يستثمروا في العيد والأضاحي في عيد الأضحى تحديدا يعني بحيث يكون مورد دخل للحكومة؟ وطبعا في مورد الدخل البديهي اللي يعني بيتبادر لكل الأذهان ويمكن حاضر وبصورة مستمرة الحكومات بتحرص عليه اللي هو جلود الأضاحي. وجلود الأضاحي حقيقة يعني أنت بتصور فقها طبعا يتكلم الفقهاء عن عدم جواز بيع أي جزء من 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 من, من الأضاحي. وهذه النظرة الفقهية يعني تستطيع أن توظفها حكومة السودان وكانت بتوظفها طبعا والآن يمكن أن يتم التوظيف بهذه الصورة اللي هي كل الجلود دي يمكن أن تذهب للحكومة في المدابغ الحكومية وتكون عبارة عن 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 ملايين ومليارات يعني مليارات يعني. فأنا بفتكر دي واحدة من الناتج الطبيعي من الاستثمار في 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 جانب العيد. المسألة الثانية واحدة من الأشياء الممكن
يصيب هدر لاستخدام هذه الجلود، اللي هي الطريقة اللي احنا بنتعامل من في السودان. والحقيقة يمكن هي ذو وجهين، يعني ممكن يكون وجه فيها إيجابي ووجه فيها سلبي، اللي هي طريقة التعامل والذبح والذبيحة اللي بتم، على الرغم من انه هذه الشعيرة وممارستها وذبحها في كل بيت، يمكن يتم ذبح الخروف وتعليقه وسلخه والمناظر الجميلة دي، واللي هي يعني دي ممكن تكون يعني واحدة من المشاهد اللي ممكن كمية من الناس يستمتعوا بهذه المسائل، إضافة إلى أنها هي تحقيق شعيرة. لو ديرت بشكل جيد طبعا. جيد طبعا، بالإضافة لأنها تحقيق شعيرة، يعني أنت في النهاية يعني معظم النازل حتى لو ما سلخ هو اللي بيضبح المسألة دي. لكن دي بصاحبة إلى حد كبير جدا يمكن يكون هدر في 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 في, في الجلود. واحد ممكن يكون السلخ بتاع الجلود دي، يعني طبعا هي دايرة أنها تتم سلخها بصورة كويسة، يعني أول شيء ما تثقب، نمرة اثنين ما يكون فيها أي نوع من كميات من الدهون في هذه الجلود، وبالتالي تكون نظيفة، ودي دايرة ناس محترفين وناس يعني بروفيشنال في الشغلانة دي. ولحسن الحظ في السودان كمية من ديل ما لهم حد، شايلين سكاكين وقاعدين، وكل ذل بيجي يسوق واحد يقول لا مش اطبح لي. لكن افتكر انه الان يمكن ان تنظم هذه المسألة، يعني نمرة واحد في الاحياء يمكن ان يتم، وطبعا دي برضها واحدة من الاشكالات بتاعت السودانيين، اللي هو التنظيم ده واحدة من اشكالات السودان، يعني انك ان تنظم الناس واحدة من الاشكالات، يعني فكل ذل يشتغل شغلته براه، يعني الروح الجماعية دي يعني. لكن مبادرات في الأحياء للجمع مثلا، ده ما أقصده، إنه في الأحياء يمكن أن يتفقوا مع مجموعة، بالذات الشباب الآن أصبح عندهم، بالذات لجان المقاومة وغيره من الشباب الآن اللي أصبح عندهم وضعية كبيرة جدا في التأثير على المواطنين، يعني ممكن يتفقوا على كمية من الجزارين، وده خلي في العيد الجاي إن شاء الله، كمية من الجزارين، ويرتبوا البيوت كلها معروفة، والناس كلهم في الأحياء بيتعارفوا يا أخي الساعة من الساعة 10 للساعة 11 لفلان وفلان وفلان، من كده لكده لكده، ويجمعوا الجلود كلها في النهاية وبالتالي يسلموها. المسألة الثانية دي يمكن يكون معظم الدول الآن الإسلامية، ويمكن يكون اللي هي وجود مذابح مركزية زي ما في يعني اماكن للبيع المركزي اللي الان الحكومه ذاتها اصلا شغاله بها حاليا، يكون في نفس المكان يكون في مذبح ذاته. دي بيسهل الحكايه يعني انت الان كل دول سوداني بالذات في الخرطوم هي بيكون الكثافه كبيره فيه يعني، لكن زيها في كل المدن موجوده، اي دول عارف محل الخراف وين، ما من يعني على الحكومه، والحكايه بتكون مربحه جدا، يعني حتى لو كان لو اولد المساله دي للشركات اللي بتتعامل مع الجلود دي، وممكن تخفض مثلا قيمه الاضحيه ذاتها، الزول يمشي يشتري اضحيته يضبحها طوالي السلخانه في المسلخ جنبه، والدوله تستفيد من الجلود وتكون هو خفض له في السعر، يعني يعملوا كميه من المسالخ مثلا في شنبات في سوق كبير جدا، ما عارف وين كل واحد ديل يكون في مسلخ بيتناسب مع كميه الخراف الموجوده، الزول يجي يشيل خروف ويدخله ويضبحه له ويدوه اللحم والجلد يتلمى يمشي للمدبغ ويمكن تتولاه المدابغ ذاته يعني. نعم، وبالتالي يتم الاستفاده من كل هذه الفرص الضائعه، سواء كان في اطار الاضاحي نفسها او جلود. ربما دكتور ايضا من الافكار التي تطرح ان يصبح السودان مكان للاضاحي العالميه، يعني احنا شاهدنا الان كثير من المنظمات الخيريه من مختلف الدول الاسلاميه جاءت ونفذت برامج كثيره في 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 العيد الماضي في السودان، ممكن السودان يصبح مكان للأضاحية عالمي، بدل ما في بعض الآن في دول الإسلامية بتذبح في أستراليا وبتذبح في دول تانية. شاكر لك مشاركتك في هذه الحلقة، كنا حابين نستفيد في الحتة دي لكن زمن الحلقة انتهى، شكرا لك على مشاركتك معي. وفي الختام أعزائي المشاهدين أذكركم بأننا نسعد دائما بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم من خلال التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الملتقى في مشهد سوداني جديد بإذن الله، لذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.